السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. الأمير تركي بن محمد بن فهد ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ سالم العلي الصباح. بقيمة تجاوزت 1,754 مليار ريال، نمو الأصول الاحتياطية للبنك المركزي في نهاية الربع الثاني من 2024. واستعدادا لاستقبال الطلاب والطالبات، اكتمال جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد. تفاصيل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء تعازي ومواساة القيادة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في وفاة الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني. التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بوزير الخارجية في المملكة المتحدة في لندن ديفيد لامي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة. بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم عبر اتصال هاتفي مع نظيره القبرصي الدكتور كونستانتينوس كومبوس المستجدات الراهنة وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية. كرمت رابطة العالم الإسلامي 6,000 يتيم تكفلهم الرابطة في ملاوي، كما دشنت عددا من البرامج والمبادرات التنموية. هذا وثمن أمير رابطة العالم الإسلامي محمد العيسى حسن التعايش بين مختلف التنوع الديني في ملاوي، مؤكدا أن الرابطة ملتزمة بواجبها في مد جسور الإخاء والتعاون بين الأمم والشعوب، ولا سيما الأعمال الخيرية. نفى الفريق المشترك لتقييم الحوادث في بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستخدام قذيفة هاون لاستهداف نقطة للتزود بالماء في قرية الثيراء في مديرية شدا بمحافظة صعدة بتاريخ 26 مايو من عام 2020. وبعد إطلاع فريق التقييم على جميع الوثائق، تبين أن قوات التحالف لم تستهدف نقطة للتزود بالماء باستخدام قذيفة هاون في محافظة صعدة كما ورد في الادعاء. كما نفى الفريق المشترك لتقييم الحوادث خلال البيان استهدافه مستشفى باقم الريفي في مديرية باقم بمحافظة صعدة بتاريخ 1 أكتوبر من عام 2016. حققت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نموا سنويا تقدر نسبته ب5.5% وبزيادة بلغت نحو 92 مليار ريال، ليبلغ إجماليها مستوى 1,754 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بنفس المدة المماثلة من العام الماضي حيث سجلت 1,662 مليار ريال.
سجلت نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية للعام الحالي في المملكة ارتفاعا نسبته أكثر من 85% بمستوى متقدم وفقا لأربعة مناظير رئيسة. وبحسب ما أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، بلغ عدد المنصات المشمولة في العام الحالي 39 منصة مقارنة ب 24 منصة في العام الماضي. وقد شارك في تقييم المنصات لهذه الدورة أكثر من 175 ألف مشارك متجاوزين عدد مشاركي الدورة السابقة والذي بلغ 134 ألف مشارك. انضم مركز الملك عبدالله المالي إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهي مبادرة عالمية طوعية تعزز أهداف التنمية المستدامة، وذلك في حفل أقيم على هامش جلسة حوارية بعنوان دور قطاع الأعمال في دفع عجلة التنمية المستدامة بحضور نحو 100 ضيف من الخبراء والمختصين. وسيلتزم كافد من خلال انضمامه بتنفيذ المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد والإبلاغ عن التقدم المحرز في هذه الجهود سنويا. تتمتع منطقة القصيم بالعديد من الممكنات وعوامل الجذب التي حققت من خلالها تميزا في مراكز تعهيد الأعمال في المنطقة، والتي تسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي واستثمار طاقات وإمكانات الكوادر البشرية لتقديم الخدمات التقنية والحلول الرقمية. نتابع. تسهم بتحقيق وتعزيز اقتصادات المناطق عبر تمكين الكوادر الوطنية واستثمار طاقاتهم وقدراتهم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. سجلت المنطقة تميزا من خلال مراكز تعهيد الأعمال عبر مبادرة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوافر البنية الرقمية وتميز مخرجاتها التعليمية بكوادر بشرية مختصة ومدربة تعمل على إدارة وتشغيل المراكز بكفاءة واقتدار. عوامل وممكنات تقنية وبشرية ومسرعات لتنفيذ الأعمال أسهمت في تجويد الخدمات والحلول الرقمية المقدمة بمراكز تعهيد الأعمال في القصيم لتسهم بتحقيق مستهدفات التحول الرقمي بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030. لأخبار السعودية، علي العطينان، بريدة. بدأت شركة المياه الوطنية في تنفيذ 20 مشروعا للمياه والصرف الصحي في منطقة الرياض، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت 1300 كيلومتر وبكلفة إجمالية تقارب مليار ريال، وذلك ضمن جهودها في تهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية. كما بيّنت الشركة أن هذه الحزمة الجديدة من المشاريع تأتي استكمالا لما أعلنته في شهر مايو الماضي عن شروعها في تنفيذ 46 مشروعا بقيمة تتجاوز مليارا و600 مليون ريال. يواصل المركز الوطني للنخيل والتمور دعم القطاع بحلول إبداعية مبتكرة عبر جائزة أطلقها تسهم في تفعيل الأبحاث وتطوير الآليات لتحسين عمليات الإنتاج والتصدير بجودة عالية محليا وعالميا. نتابع. لتعزيز الاستدامة في قطاع النخيل، يسعى المركز الوطني للنخيل والتمور إلى تفعيل الأبحاث والابتكار لدعم القطاع، وذلك عبر جائزة النخيل والتمور الدولية. الجائزة تتضمن ثلاث فئات رئيسة تتمثل في تحفيز الأبحاث الرائدة وتشجيع الابتكارات، إضافة إلى تطوير منتجات النخيل لتعزيز الجانب المعرفي وتبادل الخبرات بين الباحثين في تطوير حلول جديدة ومبتكرة. المركز الوطني للنخيل والتمور يقدم تقنيات حيوية لتحسين نخيل التمور وراثياً وتفعيل أساليب علمية حديثة وآليات متقدمة لتلقيح النخيل. مبادرات يطلع بها المركز الوطني للنخيل والتمور لاستدامة الموارد الطبيعية ودعم القطاع بأدوات فسيولوجية وكيميائية عالية المستوى في إنتاج التمور وتصديرها محليا وعالميا.
يواصل الكادر التعليمي والإداري في مختلف مناطق المملكة أعمالهم استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، حيث يعود طلاب وطالبات كافة المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي إلى مقاعدهم يوم الأحد المقبل. وكانت وزارة التعليم قد أكدت جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة واستكمال أعمال الصيانة وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لاستكمال العملية التعليمية من خلال 3 فصول دراسية. أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض التوقيت الزمني للدوام في المدارس خلال العام الدراسي 1446 للهجرة كاملا، وبينت أن الحصة الأولى في الدوام الصيفي ستبدأ في الساعة 6:30 صباحا، وفي التوقيت الشتوي تبدأ في الساعة 7 صباحا. وعن توقيت الدوام في شهر رمضان فقد تقرر أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة 9 صباحا. أكدت شركة تطوير خدمات النقل رافد إغلاق التسجيل في النقل المدرسي في 10 يونيو 2024، وأضافت رافد أن فتح التسجيل للطلاب المنقولين لمدارس أخرى سيكون متاحا فقط للطالب المنتقل من الروضة إلى المرحلة الابتدائية، حيث سيتم تسجيله بعد البدء بالدراسة وموافقة المدرسة. أكدت شركة تطوير خدمات النقل رافد جاهزيتها الكاملة لنقل الطلاب والطالبات بأمان وراحة في محافظة الأحساء، ومع قرب بداية العام الدراسي الجديد يبقى الأمل معقودا على تحقيق تجربة نقل مميزة وآمنة. المزيد في تقرير الزميل محمد المزيدي. ب797 حافلة تستعد شركة تطوير خدمات النقل رافد للعام الدراسي الجديد بجاهزية عالية وفق أعلى معايير السلامة والجودة. في هذا العام ولله الحمد شهدت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء استجابة سريعة لأولياء الأمور، نتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير، وللإخوة والأخوات مديري مديرات المدارس ومسؤولي النقل في المدارس، حيث كانت النسبة 100% بشكل مباشر، حيث وصل عدد المسجلين لهذا العام 38,151 طالبا وطالبة. أسطول الحافلات خضع لعمليات صيانة شاملة، إضافة إلى التأكد من توفير معدات الطوارئ والسلامة الضرورية لضمان نقل مدرسي آمن ومريح لجميع الطلاب والطالبات. توجه الخدمة لجميع المدارس، وحينما يصل العدد المطلوب من شركة تطوير رافد وهي تقريبا ما بين 20 إلى 25 طالب وطالبة يبدأ تسيير الحافلة لخدمة الأحياء المستفيدة من هذه المدرسة. خدمة النقل المدرسي تشمل المدن 5 الرئيسية في الأحساء، إضافة إلى قرابة 50 قرية ومركزا تتبع لها، ما يضمن تغطية كاملة وأكثر فاعلية. محمد المزيدي، الأحساء. جهزت كلية التقنية بحائل كافة المرافق والورش والقاعات التدريبية لاستقبال متدربيها مطلع الأسبوع القادم، مع العمل على عدد من البرامج لتهيئة المتدربين المستجدين. نتابع. عمل دؤوب من العاملين كافة بكلية التقنية بمنطقة حائل من أجل استقبال المتدربين الأسبوع المقبل، حيث حرصت عمادة الكلية على متابعة سير عملية تهيئة المرافق والقاعات التدريبية والورش لتكون جاهزة مع بداية العام الدراسي الجديد، ولتلبي تطلعات المتدربين وتتواءم مع خططهم الدراسية. حقيقة لدينا مجموعة من البرامج والتجهيزات، من أبرز تلك البرامج برامج تهيئة المتدربين المستجدين وبرنامج الإرشاد التدريبي لدعم المتدربين المستمرين وبرامج تحديث وصيانة التجهيزات التدريبية، إضافة إلى هذا برامج الصحة والسلامة المهنية وبرامج التوجيه والإرشاد. برنامج تهيئة الطالب المستجد يعد أبرز البرامج التي تساعد على فهم الطلاب المستجدين للمرحلة المقبلة، وأبرز الأمور التي يجب التقيد بها وما ستقدمه الكلية من برامج وأنشطة مساعدة خلال الدراسة فيها. بإذن الله تعالى نحقق
كل ما بشأنه أن ينصب بالإيجاب على متدربين لامتلاك أعلى المهارات في تخصصاتهم التقنية المهنية المتوائمة مع سوق العمل. يجد طلاب كلية التقنية بحائل مرافقا تساعدهم على قضاء وقت ممتع خارج الساعات التدريبية، منها ملعب كرة القدم وكرة السلة وصالة الأنشطة التي تحوي ألعابا رياضية متنوعة، الأمر الذي يجعل بيئة الكلية جاذبة لخلق بيئة تعلم إيجابية. للسعودية، محمد عثمان، حائل. أعلنت أكاديمية طويق إطلاق التسجيل في معسكرها الاحترافية لحوكمة والمخاطر والامتثال والمقام بمقرها الرئيس في الرياض ولمدة 3 أشهر، ويهدف المعسكر إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية بمجالات إدارة المخاطر في الأمن السبراني وتأهيلهم للحصول على 5 شهادات احترافية بنهاية المعسكر في أحد أكثر المجالات طلبا في سوق العمل. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. وسط إقبال كبير، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يواصل فعالياته بملهم. اللحظة اللي يبدأ فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستاند بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعا ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. خذ لك بريك، خذ لك كيت كات. أهلا بكم من جديد. مبادرة وعي لنعرف الدواء تهدف لتوفير الدواء والرعاية الصحية للمعتمرين بمكة المكرمة من خلال قياس العلامات الحيوية وتقديم حقائب صحية لمرضى السكري. نتابع. في إطار الأنشطة الإنسانية، قامت جمعية دواء الخيرية في مكة المكرمة بتنفيذ مبادرة متميزة تحت عنوان وعي لنعرف الدواء، بحضور أكثر من 60 متطوعا من الكوادر الصحية المتميزة. مبادرة وعي لنعرف الدواء مبادرة أطلقتها الجمعية الخيرية لتوفير الدواء المرخصة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم 541. هذه المبادرة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي دشن قريبا ما قبل الحج، وسيستمر هذا البرنامج طيلة أيام السنة بإذن الله. هذه المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات صحية وتوزيع حقائب صحية متكاملة على المعتمرين وزوار بيت الله الحرام. والبرنامج عبارة عن تثقيف الحجاج والمعتمرين، وأيضا عندنا صحة المعتكفين، وكذلك توزيع حقيبة الحاج والمعتمر. الحقيبة هذه عبارة عن جهاز قياس سكر وإبر وغز وحافظة للأنسولين وأيضا المسحة الطبية. الفعالية تضمنت جهودا مشتركة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة وتعزيز الوعي الصحي. ولاء المطرف، مكة المكرمة.
ينطلق اليوم في حائل منتدى الإعلام السياحي بالمنطقة تحت عنوان حائل وجهة سياحية دولية، الذي تنظمه جمعية الإعلام السياحي بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة والإعلاميين والمختصين في مجال السياحة والاستثمار. ويأتي منتدى الإعلام السياحي مواكبة لاقتصاديات السياحة في المنطقة عبر تسليط الضوء على دور الإعلام في تعزيز السياحة بالمنطقة. يواصل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور فعالياته وسط إقبال كبير من قبل الصقارين ومنتجي الصقور والمهتمين بموروث الصقارة. ويجمع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور نخبة سلالات الصقور المنتجة في حدث هو الأكبر من نوعه عالميا، والذي أصبح منصة دولية موثوقة وآمنة يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنويا. حسم النصر تأهله لنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بعد فوزه على التعاون بهدفين دون رد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في مدينة أبها. سجل هدفي النصر اللاعب أيمن يحيى وكريستيانو رونالدو، وبذلك يضرب النصر موعدا في النهائي أمام الهلال يوم السبت المقبل. هذا وكلفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تحكيم إيطالي بقيادة الحكم دافيدي ماسا لإدارة مواجهة التعاون والنصر في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي. وسبق للحكم الإيطالي المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم تحت 20 عاما في بولندا إلى جانب مسابقة دوري أبطال أوروبا. انطلقت منافسات الأسبوع السابع لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في بوليفارد الرياض، وتتنافس الفرق على 3 بطولات بمجموع جوائز تبلغ 3,800,000 دولار. وشهدت STC أرينا اليوم انطلاق مرحلة المجموعات لبطولة لعبة ستار كرافت، علما أن المنافسة ستستمر على جميع البطولات حتى يوم الأحد المقبل. وينضم إلينا من الرياض مراسل أخبار السعودية الزميل سليمان الجبر. مساء الخير سليمان. إذن منافسات الأسبوع السابع لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في بوليفارد الرياض، حيث أنت الآن تستمر. أيضا هناك فرق تتنافس على 3 بطولات بمجموع جوائز أكثر من 3,800,000 دولار. لو تطلعنا على أبرز المنافسات التي أقيمت اليوم، أيضا كيف كانت المنافسة وما هي الفرق المرشحة لحصد هذه البطولة الكبرى؟ نعم زميلي أحمد، أمسي عليك بالخير وعلى مشاهدي أخبار السعودية في كل مكان. بالفعل اليوم انطلق الأسبوع السابع، حيث انطلق ببطولة ستار كرافت كما ذكرت 2، ومجموع جوائزها 1,000,000 دولار، والنهائي سوف يقام يوم الأحد القادم بتاريخ 18 من هذا الشهر ب18 لاعبا. غدا هو اليوم الثاني زميلي أحمد من الأسبوع السابع، وتنطلق أهم بطولتين سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. البطولة الأولى وهي كول أوف ديوتي مودرن وورفير 2، مجموع جوائزها 1,800,000 دولار، وتستمر حتى الأحد القادم. يتواجد بها 16 فريق، والفريق السعودي الوحيد المتواجد في هذه البطولة هو تيم فالكونز. أما البطولة الأخرى وهي البطولة الثانية وتعتبر الثالثة لهذا الأسبوع السابع، فهي بطولة EAFC 24 المعروفة سابقا بفيفا. يتواجد بها 16 لاعبا، لاعبان سعوديان من أبطال العالم متواجدون في هذه البطولة التي مجموع جوائزها 1,000,000 دولار، والنهائي سيكون يوم الأحد القادم أيضا مع البطولات الأخرى. ترتيب العام لكأس العالم زميلي أحمد يتربع على عرش جدول الترتيب العام للبطولة، بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، هو الفريق السعودي تيم فالكونز برصيد 4,160 نقطة، والمركز الثاني الفريق الكوري تي 1 برصيد 1,600 نقطة. أما المركز الثالث فهو فريق
تيم ليكويد الهولندي برصيد 1485 نقطة. البطولات المتبقية زميلي أحمد، 7 بطولات، 3 منها سوف يلعب في الأسبوع السابع هذا الأسبوع، و4 سوف تكون في الأسبوع الثامن والأخير لهذه النسخة، النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. طبعا يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 من هذا الشهر، شهر أغسطس، في الساعة 9 مساء وعلى مسرح الجدية، الجدية أرينا، مواجهة النجوم ستقام، وهي مواجهة ودية استعراضية، سوف يشارك فيها نجم الهلال السعودي والبرازيلي والبرازيل نيمار، طبعا نيمار جونيور، وإلى جانبه مجموعة من أشهر نجوم الرياضات في العالم، وكذلك كما تحدث هنا الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وهو المشرف على بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أنه سوف يكون خلال هذين اليومين سوف يتم الإعلان عن نجم آخر سوف يشارك في هذه البطولة الودية، بطولة النجوم التي سوف تقام على الجدية أرينا في يوم الثلاثاء القادم. نعم زميلي أحمد. يعني سليمان، يعني هذه البطولة هي يعني كأس العالم للرياضات الإلكترونية، نحن نعلم أن الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم يعني لها جمهور كبير ولها إقبال، عليها إقبال كبير جدا. تنظيم هذه البطولة في المملكة كيف كان هو أولا الإقبال والمتابعة، أيضا ما هي أبرز الأشياء الإيجابية التي استفدنا منها في هذه البطولة؟ طبعا زميلي أحمد، نحن في أخبار السعودية كنا منذ انطلاقة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في مطلع شهر يوليو الماضي باستمرار متواجدين على مدار الأيام والأسابيع وجميع البطولات. أولا المنطقة التي يتواجد بها أو تتواجد بها بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في بوليفارد سيتي هنا في العاصمة الرياض، هي أكبر منطقة على مستوى العالم من ناحية المساحة، كونها تتسع ل 35 ألف متر مربع، وهي أكبر مساحة حول العالم لرياضات إلكترونية. لدينا أيضا هنا 4 مسارح كبرى تتسع ل 8000 متفرج، وشهدنا الحضور سواء من هنا من المملكة العربية السعودية أو من الدول أو المحبين للرياضات الإلكترونية القادمين لمتابعة أفرقتهم ولاعبيهم المفضلين. العروض الحية كذلك زميلي أحمد كانت متواجدة على مدار الساعة هنا، وهي عروض حية تقام بألعاب أو بشخصيات ورنزيات إلكترونية. طبعا لدينا هنا قسم الياباني كذلك شهد إقبال كبير للجمهور ومحبي الرياضات الإلكترونية. نعم زميلي. إذن سليمان، يعني هذه هي البطولة الأولى لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تحتضنتها الرياض، هذا الجمهور الكبير حول العالم تم تسليط الضوء عليه على مدينة الرياض، هذه المنافسات الكبيرة والتي كانت يعني دعاية كبيرة جدا للجهود وأيضا الاستقطابات التي قامت بها المملكة في تنظيم هذه البطولة والتي سلطت الضوء على مدينة الرياض والمملكة العربية السعودية بشكل عام، أيضا الجمهور الذي حضر وتابع الفرق التي يفضلها ويتابعها في هذه المنافسات. مراسل أخبار السعودية زميل سليمان الجبر، شكرا جزيلا لك. نجلاء أحمد فنانة تشكيلية تميزت بأعمالها الفنية والتي تجاوزت الحدود المحلية لتصل إلى الساحة الدولية. قدمت نجلاء إبداعات في معارض ومناسبات فنية متنوعة، حيث تجمع أعمالها بين الأصالة والابتكار. نتابع. اكتشف جدها موهبتها مبكرا والتي عاشت في كنفه بعد فقدان والدها. كانت فرشاتها رفيقتها في التغلب على مصاعب الحياة، حتى وصلت بها لتصبح معلمة ومدربة للفنون التشكيلية. طبعا الفن هي نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان، والفن يشبه الشعر أيضا. الفنان الشاعر يقول كلمات تفريغ لطاقاته، والرسام بالألوان حتى إنها علاج. أنا بعد وفاة الوالدة رحمة الله عليها لما رجعت مرة ثانية وأقمت معارض كثيرة،
فأنا تشافيت الحمد لله من الحزن والحالة النفسية. لم يكن التقاعد نهاية المرحلة، بل كان صفحة جديدة لتسطر المزيد من المنجزات داخل المملكة وخارجها، من إقامة المعارض والمشاركة فيها وتقديم تقنيات جديدة لعالم الفن. فكانت أول من أدرجت فن السوارفسكي ودمجته مع الألوان وتقنيات تثبيت الرمل. أبنائي وزوجي لهم فنانين ولكن متذوقين فنيا، وأنا لا يمكن أعرض لوحتي في أي معرض إلا بعد ما هم يعطوني الضوء الأخضر. وبعد هذه المراحل كلها والدعم هذا، أنا الآن دكتورة نجلاء أحمد بفضل الله عز وجل ثم بفضل عائلتي وأبنائي. وجدت بين ألوانها رسالتها للحياة، رسالة الفن السامية التي تنقلها بفرشاتها لجميع الأجيال. خديجة البلوشي، جدة. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الأمير التركي بن محمد بن فهد ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ سالم العلي الصباح بقيمة تجاوزت 1,754 مليار ريال، نمو الأصول الاحتياطية للبنك المركزي في نهاية الربع الثاني من عام 2024، واستعدادا لاستقبال الطلاب والطالبات، اكتمال جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.